طب ما تردي طبعا اللي عمال يزن ده. لا ده عادي، هكلمه انا عشان رصيده ما يخلصش. يا اختي خايفه على فلوسه قوي كده؟ طبعا. والمحمول حلو؟ بطلي قري بقى واشتري لك واحد. الو، ايوه علي. لا زي ما بتقول، خايفه على فلوسك. فلوس ايه اللي انت خايفه عليها؟ طب ده انا معايا خبر بمليون جنيه. بجد؟ خبر ايه؟ قول. لا مش هقول لك لغايه لما اشوفك. ايه مفاجاه؟ احلى مفاجاه والله. طب قول، ما تشوقنيش. قلت لك مش هقول لك لغايه لما اشوفك. انا لسه هستنى علي لحد ما اشوفك يا ستي. ما انا هشوفك كمان شويه. صغيرين جدا 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 جدا. ليه انت فين؟ انا هنا يا استاذه. انا هنا يا استاذه. ايه ده؟ انت اللي فين بقى؟ وحشاني، هموت واشوفك، هموت واشوفك. بطل بقى، وقفل الموبايل. انت اللي طالبه ايه بقى؟ وكتر فلوسي يا دكتور ولا ايه؟ مش خساره في فلوس الدنيا كلها. مش خساره في الخبر. قولي لي مبروك. هتسافر صح؟ ومش بس كده، وانت معايا. مبروك يا بنت. احتشمي، انت في الحاره من الجامعه. ده جوزي يا بنت، انت عبيطه ولا ايه؟ ايه يعني؟ ما مصر كلها متجوزين، يبقوا كده عيني عينك قدام الناس. طب يلا يا رمضه يلا، انا عازمكم بمناسبه السفر والبعثه. هو انا لازم اجي معاكم؟ طبعا لازم تيجي معانا. بقول لك يا بنتي انا عازمك. والله يا دكتور كان نفسي، بس النهارده لابسه القميص الاخضر، ما تلبسش الجيبه الحمراء بتاعت الخروجات. هنا عينك هتطلع العزومه يلا. لا والله يا بنت خالي، عيني هتطلع على حاجه ثانيه. اتكلوا انتوا على الله. طب عيني في عينك كده اهو. اتكلوا بقى على الله. بصراحه كده انا ماليش مزاج اجي معاكم. يا بنتي وانا بخيل قوي للدرجه دي؟ طب يلا بقى يا دكتور، خد مراتك وامشي من هنا. اتكلوا على الله يلا. خلاص يا علي، يلا بينا. باي باي يا هبه. بنت بتفهم. بيني وبينك انا كنت فعلا عايز اقعد معاكي لوحدنا. وانا كمان. انا جيت. مستني مين؟ انا بقالي ساعتين قاعد عشان اشوفك. بجد وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي. بجد بجد. انت عارف انا عماله الف في الجامعه من الصبح، قلت يمكن اتصل فيك في اي حته بس ما شفتكش. انت بقى طول النهار صورتك قدام وشي، ما بتفارقنيش ابدا لحظه. يا لهوي يا هنا على الكلام الحلو اللي عماله اسمعه من ساعه ما جيت البلد دي. عارفه هنا، ما تكملش وما تقولش اي حاجه تاني. انا كلمه زياده هسخسخ منك في الارض. ايه ده؟ ايه؟ انت ربطت شعرك تاني ليه؟ خالي عاوز كده. بس انا عايزه مفروض نفرده. ايه زغاريد بقى يا ماما؟ هو احنا لسه زغرتنا يا دوبك، دي اول الزغاريد. يلا استعدي بقى يا دكتور. هو انا كنت مصدقه؟ طب والله لحد دلوقتي ما انا مصدقه. اشرب يا دكتور اشرب. متشكر قوي. اقول لكم الحق، وانا بتنازل ما كنتش مصدق. قلت هيرجعوني شغلي وهيتنازلوا عن القضيه ويلموا حكايه الضرايب لان مالهاش سند. لكن اللي ما كنتش مصدقه ان علي يرجع البعثه تاني، لان دي حاجه مش سهله. اتضح انها سهله قوي يا عمي. طول ما معاك باور وقوه اي حاجه في الدنيا ممكن تتغير وتتبدل. ربنا يوقف حالهم زي ما وقفوا حالك يا امال. ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لنا ويعدي لنا كل حاجه. اللي حصل ده عشان دعاء تسافر مع علي. شفتي بقى؟ سبحان الله فعلا، رب ضاره نافعه. كانوا عايزين يضرونا هم نفعونا. الا انتوا هتسافروا يعني من غير شر بعد امتحانات دعاء وبعد النتيجه ما تطلع كمان، عشان ان شاء الله ناخد معانا الليسانس ويعتمدوه هناك في لندن. حضرتك عارفه ان قرار السفر طلع لي انا لوحدي، ده غير ان طبعا في شويه اتصالات اكيد هتاخد لها فتره طويله. هتوحشيني يا بنتي يا دعدع. ايه يا امال؟ ايه حكايتك؟ زغاريط ولا نهنها؟ لا لا يا اخويا ما فيش نهنها، ما فيش زغاريط، على طول ان شاء الله على طول. طب سمعينا زغاريط. حاضر. عنك انت يا استاذ مجاهد. روح ذاكر يا ابراهيم ومالكش دعوه بالعربيات. انا الحمد لله ذاكرت وعاوز اريح شويه. اتريح شويه، تقوم تمسك البله. الله يريح بالك يا ابني. يا سلام يابا، اهي الدعوه دي بالدنيا بحالها، وان شاء الله ربنا هيوفقني واجيب مجموع. انا اللي يرضيني عاوز كليه تشرف. ان شاء الله يابا، كليه كليه من كليات القمه. طب صيدله. صحيح يا دكتور. ياه يا ابني، ده انت تبقى من المصعدين بصحيح. انا عاوز ادخلها عشانك يابا، عشان اعوضك تعبك ده وارضيك. إله يرضى عنك يا ابني، إله يرضى عنك. يلا شد حيلك، أنا عاوزك تبقى زي ولاد الأستاذ عبد الحميد. وإن شاء الله هجيب مجموع أكبر من محمد ابني. أمال إيه؟ بص شوف بتوع الشهادات، أهو دي العلام والكلام. دول مش أصحاب الشهادات يا عم مجاهد، دول أصحاب الملايين. الحمد لله بالسلامة يا مزمزيل. الله يسلمك يا عم. محسوبك مجاهد.
ممكن تاخد بالك من العربيه، انا طالعه ونازله على طول. من عينيا يا مزمزيل. اتفضل. ميرسي قوي. الف الف شكر. شكرا. جايه للاستاذ احمد. عقبالك كده يا ابو خليل لما تجي لك حاجه كده هاي لايف. مساء الخير. اهلا يا نجار. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا نجار، تعالي. ميرسي يا طنط. انا كنت جاي اسال على احمد. انا اسفه قوي. اسفه ليه يا بنتي؟ يا اهلا. ازيك؟ ازيك يا انكل. معلش انا اسفه. لا مفيش معلش يا بنتي، ده انت فيك الخير. على كل ان احمد ما راحش الجامعه النهارده. اتفضلي اتفضلي. دلوقتي اتعدلت يعني مش تعبان ولا حاجه. يا عم انت مالك؟ خليك في مذاكرتك. يا ريتها كانت جت من زمان. بقول لك انت مالك بالحوار ده؟ شوف وراك ايه. احمد. نعم يا دعاء. اقول لك على مفاجاه. نجار جت. ياسين ما هو سامع وقام نط من على السرير. له حق يا عم، لفت عليك الجامعه كلها النهارده وجت لحد عندي وسالتني، ما قدرتش تستحمل جت تطمن. قول لها نايم. نايم؟ اه تعبان. في ايه؟ انتوا متخاصمين بقى؟ يا دعاء قول لها تعبان. طب اقول لك، قوم بس غير هدومك كده وروق السرير ده، قوم لحسن هتدخل تطمن عليك. اقول لك قوم قابلها بره، قوم لحسن دي هتدخل ما بيهمهاش. وانت بقى جاي تطمني على احمد عشان ما راحش كليه النهارده؟ يعني يا انكل. يعني ايه؟ ومالك يا بنتي حزينه كده؟ خلاص كلم احمد ما يغيبش عن الجامعه عشان انت ما تزعليش. احمد زعلان مني انا؟ مستحيل، لو زعل من الدنيا كلها مستحيل يزعل منك انت. ده مديون لك بحياته واحنا كلنا مديونين لك باماره الاسوره والسلسله اللي في رقبتك. ميرسي يا انكل. طب احمد زعلان منك ليه؟ ساعة ما عرف ان انا مسافرة وزعلان مني. وانت مسافرة فين؟ مسافرة انجلترا. حاولت اكلمه كتير لكن ما كانش بيرد عليا. كنت حضرتك دايما بترد فكنت بتكسف اتكلم. كنت بنزل فيك شتيمة على ان واحد بيعاكس. انا استحملت كتير قوي يا انجل. استحملتيني انا ولا احمد؟ عموما انا اسف، ما كنتش عارف ان انت اللي بتطلبي. اشربي. اتفضلي اشربي وروقي. ازيك يا هنا؟ كويسه. يا رب تكوني كويسه. خلي بالك بس للبتاع الدلدق لسه ما تخلي مسحه. قولي لاحمد نجار هنا. يلا هو متاخر ليه؟ يلا. حاضر يا خير. وانت هتسافري ليه؟ بابا هو اللي عاوزني اكمل دراستي هناك واخد الدكتوراه. اه قصدي يبعدك عن مصر. بس ده معناه انك هتغيبي 3 4 سنين. مش عارف بس جايزه اغيب سنه بس. انا خالي هناك عنده بيت في لندن وبابا عنده بيت في ويستمنستر. ويستمنستر. في حد يتاخر على ضيوفه يا احمد؟ ساكن نجار. نجار زعلانه منك قوي. ولا ايه؟ دعاء يا دعاء. عايز ايه من دعاء يا عم؟ كنت عاوز شاي. خير يا عم؟ ايه الحكايه مالك؟ بصراحه نجار ابوها ضغط عليها تسافر انجلترا تعيش هناك في وست مينستر. الله، ده حي الاغنياء واللوردات هناك. ابوها فؤاد نصار بيعرف اللوردات وعايش معاهم. انا شخصيا ما اعرفش غير لورد واحد، اللورد كرومر اللي قتل المصريين في دونشواي ودرسوه لنا في التاريخ. ايوه خير. عاوز حاجه؟ انده لك دعاء اعمل لك حاجه؟ مش عايز دعاء، مش عايز حد، روحي. وطي ايدك، حد على وشك. هو خلي ماله؟ ماله يا هلا؟ والنبي بقى ما انا عارفه ماله. عمال كده يسخط وينطر فيا مش عارفه ليه. ازيك؟ معرفش يا حبيبتي، زي ما يكون عنده بقى خيار وفقوس. خيار وفقوس ده ايه؟ ايه مالك يا بنتي؟ مفيش حاجه يا مرات خير. طب بطلي غلبه وتعالي كملي السلطه يلا. هو ايه اللي حصل؟ انت يعني ما شفتيش ايه اللي حصل؟ من ساعه ما البنت الصفرا دي جت وهو شايل على دماغه من فوق وناقص يحط لها في الارض حنه تمشي عليها، وكمان خلاها يا احمد يقعد لوحده. طب وانت ايه اللي مزعلك في كده؟ يعني ايه اللي مزعلني؟ انت برده دعاء ولا ايه؟ ده انا لما اتاخرت مره واحده بس
كان ناقص يرطشني بالقلم على وشي وفتح لي سين وجيم. ما هي بنت فؤاد نصاب وانا بنت البطه السوداء. لا انت بنت اخته يخاف عليك من الهوا الطاير. ولا عايزاه يخاف عليا ولا حاجه. ان شاء الله يا رب العفاريت تشيلني حتى. يا رب تشيلك يا شيخ. ان شاء الله يا رب عشان استريح من البيت ده بقى واخلص. خدي بالك يا اختي من اللي بتعمليه. لا الاكل يشيط وخطيبك يسيبك. والله العظيم لو خالك هو اللي سمعك لا هيشيط من اللي انت بتقوليه. ركزي ركزي في الصلاه. وانا اللي كنت بقول يا رب ما تكونش بتحبه زي ما بيحبها. انت بتقول ايه؟ بقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان لازم افهم من يوم ما قلعت دهبها ورمته لهم في المستشفى عشان يلحقوا احمد انها بتحبه. وبصراحه البنت تتحب. انا نفسي اما بشوفها جايه له ببقى فرحان بيها وقلبي بيرفرف. طب يلا يا اخويا اللي قلبك بيرفرف انت. امال انا ما بسمعوش ليه يا عبده؟ عشان سمعك تقيل. طب يلا يا اخويا اللي سمعك ست على ست انت. طب مالك بقيت رومانسي قوي كده؟ وانا ما كنتش رومانسي معاك يا امل. الله يرحم بقى ما تخليش الواحد يتكلم. تعالى يا اخويا وكبر على راي العيال ما بيقولوا. ما تشغلش بالك يا عبده. فتره كده وهينسوا. ابوها لازم هيبعدها عنه مش هيسيبها له ابدا. هو ده اللي مزعلني. على قد ما كنت عايزها تسافر على قد ما دلوقتي نفسي انها ما تسافرش. حرام احمد يتحرم منها. لو شفت الدموع في عينيها ساعة احمد ما دخل الصالون بصيت له وما قدرتش تنطق. بالذمة احمد مصعبان عليكي يا عبدو. احمد ده ابني يعني حتة مني. لكن ادي السما مين يقدر يطولها. جرى لك ايه يا عبدو؟ مالك؟ عارفة مالي؟ ما عنديش مال. فقير. انت مش طول عمرك تقول الغنى غنى النفس. ايه اللي خلاك تغير رأيك وتتنازل عنه؟ الظاهر ان الواحد لازم يتنازل كتير قوي اليومين دول. ايوه مادام ولادك كبروا جهز نفسك يا مستر للتنازل. وجهز نفسك كمان للعشاء. يلا بينا عشان نتعشى وسطيهم ونقعد نحمد ربنا انها هتسافر وهتبعد. يلا. تقلع حاجتك ليه؟ خليهم معاك. خليهم معايا ليه؟ انا راجع يا احمد. انت فاكرني مسافره ومش راجعه تاني؟ طيب وايه دخل ان انا اخلي الدهب معايا سواء راجع او مش راجع؟ مش دول شبكتي. لما ارجع يبقى البسهم لي تاني. بسي حاجتك. مش هلبسهم يا احمد وخليهم معاك. انت ليه مش مصدقني؟ انا حتى لو قعدت لحد ما اخد الدكتوره هرجع تاني وهتلبسهم لي وانا دكتوره. انا قلت لبابا كده. وقلت لباباكي كمان انك هتسيبي حاجتك هنا. انا قلت له ان انا هسمع الكلام وهسافر وادرس بره. انما مش هقدر اسمع كلام اي حد فيه. هو ارتباطي باي انسان تاني. مش هتجوز غيرك يا احمد. هتستنيني؟ هتروحي وترجعي تلاقيني زي ما انا. مستنيني؟ احمد عبد الحميد دراز ابن المدرس العربي اللي ساكن في العمرانيه. حبيبي خليهم معاك. مقدرش. علشان خاطري خليهم حتى ذكرى تفتكرني بيها لو ما حصلش. خلي حاجتك معاكي. تسلم ايدك. تسلم لي. يا نجار نجيب لك شوكه وسكينه عشان تاكلي براحتك؟ لا يا أمك لأن أول مرة أحس إن أنا باكل براحتي. خلاص تعالي كلي معانا كل يوم. يا ريت بس مش هينفع دلوقتي لما أرجع إن شاء الله من لندن. لعلمك بقى دعاء هي كمان مسافرة لندن. هي ما قالتلكيش؟ بجد يا دعاء أنت مسافرة؟ آه مسافرة مع عريسها الدكتور علي عشان يدرسوا هناك. يعني أنا مش هبقى لوحدي بقى. آه بس إحنا هناك بقى مش هنعيش في ويست مينستر. إحنا يعني بالكتير أوي هنعيش في أي ضاحية من الضواحي أو حتى في حي العرب هناك. طب ما تيجوا عندي. ابوك يبعدك عننا عشان احنا نطردك. ما مش معقول يكونوا في لندن ما نشوفش بعض يا عمو. لازم يزوروني وازورهم واحمد كمان يجي يزورنا. احمد كمان؟ واي نوت. ما اكيد هيجي يزور دعاء واكيد برضه هيفوت عليا ونتفسح سوا في لندن ونعدي المانش لفرنسا ونزور باريس. والدك يروح عارف يروح بعتك لامريكا. وانا بعت لاحمد يجي ورايا. ممكن يا انكل احمد يجي يوصلني المطار؟ بعربيتنا قوي قوي. لا احنا هنركب في العربيه بتاعتنا انا وماما والسواق هيجي يوصلنا. طب يعني احمد هيوصلكوا ازاي؟
يعني عايزة يجي يوصلني المطار عشان يودعني، ممكن؟ قوي قوي، وإذا حبيتي هاجي مع أحمد عشان نوصلكوا. ميرسي قوي يا أنجل، بس أنا كان نفسي أحمد يكون آخر واحد أشوفه قبل ما أطلع الطيارة. مسافر لما أقول خمس أعمدة يبقوا خمس أعمدة، أنا مش بهزر. تكتب خمس أعمدة زي ما قلت وبنفس البونت، ولا عندك تعليمات تانية؟ اتفضل، مع السلامة. اتفضل المقالة. حضرتك فيه الأستاذ عبد؟ أنا مش فاضي أستاذ. مين؟ ما أنت شايفني مشغول. الأستاذ عبد الحميد. عبد الحميد مين؟ عبد الحميد دراز يا أستاذ. يا نهار أبيض، وسايبه قاعد بره وساكت من الصبح. استاذ انا اسف جدا جدا جدا. اتفضل يا استاذ. لو حضرتك مشغول اجي وقت ثاني. يا خبر ابيض، قم للمعلم وفي التبجيله كذا المعلم ان يكون رسولا. اتفضل يا استاذ. الله يخليك. اهلا يا اهلا. دي قيم اندثرت خلاص يا استاذ كمال. لا يا استاذ عبد الحميد، ده لا يمكن تندثر. الثوابت هتفضل ثوابت ولازم نحافظ عليها. تاخد قهوه معايا؟ امر لنا باتنين قهوه لو سمحت. حاضر يا فندم. انا سادة. مظبوط. ها سادة. سادة واحده. سادة واحده مظبوط. حاضر يا فندم. بقول لك ايه، انت النهارده تتغدى معايا خلاص. شكرا يا استاذ كمال، حضرتك عارف. ما انت عارف اهو، ما انت جيت معايا وشفت كله شكك وعنوته اول الشهر. بس احنا لسه اول الشهر. لا يا استاذ، المياه اتنسفت خلاص من اول الشهر، واولهم الراجل بتاع الكباب. لا بلاش، معلش مش عايز اتعود على كده واهرب من البيت، مع ان الاكل بتاع المطعم ده كان طعم. خلاص، ايه رايك تعملها وتدفع انت؟ بقول لك ايه، انا محتاج حد يونسني. لا معلش، اصل انا بصراحه يعني متعود ابقى في البيت مع الولاد، ابقى وسطهم كده، مع انهم لما كبروا ابتدوا يتعبونا، بس هنعمل ايه، ولادنا. معلش سامحني في حكايه الغدا دي يا استاذ كمال. اقول لك على حاجه يا استاذ عبد الحميد، انا مش هسامحك وبس، ده انا بشجعك كمان وبقول لك نصيحه، ومن فضلك اوعى تبعد عن ولادك في يوم من الايام، سواء كانوا كبار او صغيرين. صدقني يا استاذ عبد الحميد، التمن بيبقى غالي قوي. وانا ابي غلبان، ما عنديش تمن ادفعه. يعني حضرتك شفت في حكايه القضيه، انا كنت مستعد احارب الدنيا كلها، بس لقيت ولادي هم اللي هيدفعوا التمن، ما قدرتش. بس قول لي كده، انت كان شكلك كده مبسوط في الاول، في حاجه كويسه مش كده؟ اولا جاي اشكر حضرتك، ثانيا ازف اليك نبأ سارا. يا راجل ومستني ايه؟ عجل بالبر، فرحنا. يلا قول. دعاء بنتي وجوزها الدكتور علي. مسافرين، قرار البعثة طلع واعتمد كمان. حضرتك عارف اهو. ايه يا استاذ، انت فاكر انهم كانوا ممكن يتراجعوا وما يسفرهمش؟ كنت عملت لهم فضيحه بجلاجل. احنا في مصمت. الف مبروك يا استاذ عبد الحميد. الله يبارك فيك. تعال يا ابني، تعال حط القهوه هنا. شكرا. اتفضل. تسلم ايدك. شكرا بصراحه. انا مكسوف. اتفضل. شكرا. يعني انا جاي لك كده وعندي امل في خدمه، يعني بجمله الخدمات اللي بتقدمها لنا. خير؟ في مشكله في البعثات او في الجوازات؟ لا لا لا، ده في المدرسه عندي. خير في ايه في المدرسه؟ عندي ولد في الثانويه العامه بقاله 3 سنين. يعني والده كان سافر من مده واتقطعت اخباره من سنين. شيء طبيعي يا استاذ عبد الحميد ان الولد يتعثر ويضيع لما ابوه يسيبه ويسافر. ساب المدرسه وشغل جرسون في قهوه لانه محتاج فلوس عشان البيت. فيعني بقول لو ممكن حضرتك يعني تكمل جمايلك، ولو تشوف له شغلانه بعد الظهر. هو تلميذ عند حضرتك؟ وجاري، وبصراحة أنا خايف يضيع. ممكن يا أستاذ كمال؟ أنا هنا يا أستاذ عبد الحميد، أنا هحاول أشغله هنا في الجورنال بعد الظهر. بارك الله فيك ويجزيك كل خير، فأنت دائما عند حسن الظن. بارك الله فيك أنت يا أستاذ عبد الحميد، أرسله لي فورا. هروح فين يا مستر؟ هنعيده تاني الجورنال. طب لما قابل الأستاذ ده هقول له إيه؟ قول له انا رياض الولد البليد الغاب المستهتر اللي مستر عبد الحميد كلمك عنه. شغلني ايه؟ صحفي؟ صحفي؟ الله يجازيك. هو انت بتعرف تقرا عشان تكتب؟ لا، هشوف لك شغله معقوله بعد الظهر عشان تقدر تواظب على المدرسه لحد ما تاخد الثانويه العامه وتخش الجامعه. يعني ممكن اتعين صحيح؟ لا، التعيين بعد ما تتخرج، لكن يعني يمكن يطلع لك اجر مقابل تدريب، عقد عمل بالقطعه. هو هيتصرف وابوك هيرجع. انسى يا مستر، ابوك هيرجع.
وهينسى كل اللي شافه ساعة ما يشوفك في الجامعة. مش عيل صايع بيلف على القهاوي. قولي هتروح لكمال بيه امتى؟ يعني اطقم بس. تطقم؟ اه مش هينفع اروح له كده خالص، لازم اروح له وانا تمام. طب يعني عايز ايه؟ يعني اشوف الكاشات اللي معايا وانزل اشتري لي سويتر جاكيت وبادي. طب ما تشتري حاجه واحده، بلاش اتنين. ما تقلقش يا مستر، انا برضو كنت بشتغل وكسيب. كسيب يا اخي ليه؟ اكبر خساره ان الواحد يسيب التعليم مهما كان السبب. قول لي معاك كام؟ ما تحلقليش. قول لي معاك كام وما تكذبش. لا يا مستر مش هاخد من حضرتك فلوس. ليه يا ابني؟ انت مش بتعتبرني والدك؟ والدي سابني وما سالش عني، لكن طبعا حضرتك مستحيل تعمل كده. عيب تقول كده على ابوك، وخد عشان تكمل. لا يا مستر، لا يا مستر. انت مش عاوز تشتري؟ هشتري على قد اللي معايا. متشكر يا مستر، مش للدرجه دي. عجبك؟ انت ايه رايك؟ حلوة قوي. انت ايه رايك؟ جامد جامد. مبروك. مبروك ايه؟ لا لسه شويه. لسه ايه؟ ما اعرف بكام بس الاول. هي ست بكام؟ ما هو على قد الكاشات اللي معايا. طب اتفضل. بكام يا مدام؟ من غير فلوس. امال انتوا فاتحين ليه بقى؟ عشان اللي زيك يشرفنا. طيب هاتيلي ست حتت بقى. طب نخليها واحده واحده. على فكره الجاكيت دي هتبقى حلوه عليك قوي. انا قلت انه جامد. وهتليق عليك جدا. بس يبقى تمنه وصل. اوكي موافقه. بقول لك ايه، انت بقى بتشتغل ولا لسه في الجامعه؟ لا انا لسه في ثانوي. الا ده انت عشري بقى. حضرتك عارفه عادل امام في مدرسه المشاغبين؟ طبعا 14 سنه خدمه في ثانوي. لا يعني مش كتير قوي كده، يعني سنه في اولى وسنتين في تانية وثلاثه في ثالثه يعني. يا خبر كل ده. بس انا بقى متاكده ان الجاكيت ده هيبقى وشه حلو قوي عليك، هتخش بيه الامتحان وهتنجح. انا بشتري الجاكيت عشان ادور بيه على شغل. الا انت عاوز تشتغل فين؟ في الجورنال. ها بكام بقى؟ 650. شكرا. ايه غالي عليك؟ لا ده رخيص جدا، بس معلش يعني الكاشات على قد. انا اذنك. طب استنى استنى، تعال تعال. مش هينفع. طب انت عاوز تدفع كام؟ ما بلاش احراج بقى. يوه طب ادفع اللي معاك. اللي معايا ما يجيبش حتى النص. يوه طب استنى بقى عشان انا هقنعك انك تشتري الجاكيت. البس. مش هقدر اشتريه. البس البس بقى. ما اصل بقى ايه، هتشتري الجاكيت ده هتشتريه. انت هتعمل لي دعايه للمحل، وبما انك رايح الشغل بالجاكيت ده يبقى انت مش هتخرج من المحل غير لما تكون شاريه. اوكي هتدفع كام بقى؟ انا معيش غير 200. 200 ايه؟ يورو ولا دولار؟ اقلعه بقى احسن. استنى بس ما تبقاش مجنون. طب هتدفع كام يعني؟ 500. يوه 400. ها بقول لك ايه بقى، 350. وانا موافق 350، بس كده هيبقى ناقص عليا 150 جنيه. اوكي وانت بقى ناوي تدفعهم امتى؟ طب هقول لك حاجه، لما تشتغل ويبقى معاك فلوس تبقى تيجي وتردهم، لو ما معاكش بقى فلوس وعاوز برضو اي حاجه تانية تبقى تيجي. اوكي مبروك عليك. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. قول ميرسي وروح على شغلك. صعبه دي؟ لا طبعا دي سهلة جدا. ميرسي وشكرا وكل حاجة حلوة في الدنيا. اتفضلي. شكرا. ميرسي. ده بس استنى هاتهولك في كيس. لا 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 ده هيفضل في حضني كده. ميرسي.